باحثا ايضا عن نقاط او نقطة للفائز الاول ونقاط متتالية للمراكز المتقدمة. مباشرة الى تعداد الاسماء الجعادين المهجنات لابناء القبائل مباشرة مع صدارة الشوط ومقدمة الشوط ومن يتحمل هذه القيادة ظبيان محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي مع المركز الاول والمركز الثاني الباز عبد الله بن ناصر المري من يسيطر مع المركز الثاني والدور دور المركز الثالث شاهين سالم بن علي بن راشد الغيلاني مع المركز الان الثالث والدور دور المركز الرابع مايهاب عبد المحسن بن محمد عبد الله الحمراني البلوي مع المركز الان الخامس والدخول على المركز السادس المركز السادس الهاجس فواز بن مشرف ايضا الشمري الواصل احد ضيوفنا الكرام فاهلا وسهلا ومرحبا بالكل بينما بشار حميد بن عبيد بن عفصان المنصوري من يحتل الان المركز السادس والمركز السابع المركز السابع مشاهدينا متابعينا الاعزاء والمركز الثامن الدخول القوي من الفارس محمد بن حميد بن سلطان بن كديدة مع المركز الان السابع والمركز الثامن الاسماء القادمة والتدخلات السريعة والمنطلقة هنالك الذيب علي بن يمعة بن عامر الكاسبي والوصول والانتقال ايضا من مسكت سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي هذه هي الاسماء هذه هي الشعارات هذه هي التدخلات الرائعة والمميزة أعود إلى المركز الأول أعود إلى الصدارة أعود إلى مقدمة الشوط وإلى القوة الله 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 هنالك ياس تتابع هذه الأحداث قناة ياس حاضرة بقوة حاضرة بقوة وتنقل هذه الأحداث الرائعة وكل عام ونأتي بكل جديد ومفيد عبر هذا الإخراج الرائع والمميز شكرا للقائمين على هذه التنظيمات الرائعة والمميزة أعود إلى المركز الأول أعود إلى الصدارة أعود إلى ظبيان محمد بن راشد بن حضير ملك تبي مع المركز الأول والصدارة الأولى والقوة العظمى الأولى بينما هنالك شاهين حمد بن علي بن حمد الفهيدة المري مع المركز الثاني الآن شعار بن بجاش حاضر ويظلم حاضرا بقوة في هذا الصباح الجميل وفي التحديات في الشوط الأول للجعادين المهجنات أعود والقوة هنالك مع المركز الثالث الوصول الوصول أيضا من الباز عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري الواصل والمنطلق والباحث ايضا عن التحديات بينما الاسم الرابع هنالك الوصول من شاهين سالم بن علي بن راشد الغيلاني مع المركز الان الرابع شعار بن عفصان من ينضم مع المركز الخامس بشار هنالك حميد بن عبيد بن عفصان المنصوري مع المركز الخامس والقوة السادسة الحاضرة والمنطلقة مع الهاجس فواز بن مشرف بن ضيدان الجبرين الشمري الواصل والمنطلق بقوة بينما الزاوية الأخرى وما تحمله لنا من اسم رائع هنالك وصل وصل ملك الغابة وصل الأسد وصل الأسد حمد بن ناصر بن علي النعيمي الواصل والمنطلق والباحث أيضا عن الفوز وعن الانتصار المركز الثامن وهو يحمل الرقم ثمانية الواصل الواصل عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي أن نقلص هذا الاسم الكبير والرائع والمميز صاحب النقاط وصاحب الإنجازات المتكررة بينما القدوم أيضا هنالك من شاهين خليفة بن محمد بن لويع أيضا الواصل بقوة يا سلام يا الخيلي بينما الوصول والزاوية الأخرى أوهو شعار بمشيط راشد بن ناصر بمشيط المري مع واضح مع المنطلق الباحث بن مشيط عن النقاط الرائعة والمميزة الله 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 يا لها من قوة ويا لها من أسماء ويا لها من شعارات ذعتها في العشر وعيني ما بعد العشر على حسب العدسات اللاقطة لهذه الأسماء الله الله
بدأت الضغوطات بدأت، ولكن ضيوفنا الأعزاء أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة نقول لهم دائما وأبدا أهلا وسهلا بكم في ميدان الوثبة، أهلا بشاهين ومالك مع هذه الانطلاقات، مع هذه القوة، مع هذه السيطرة الواضحة الواضحة الواضحة. المركز الأول حمد بن علي بن حمد الفهيدة المري مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أيضا الهاجس فواز بن مشرف بن ضيدان الشمري مع المركز الثاني. المركز الثالث هنالك الأسد حمد بن ناصر بن علي النعيمي، والمركز الرابع بشار حميد بن عبيدة بن عفصان المنصوري مع المركز الآن الرابع، والمركز الخامس بين راشد بن ناصر بن مشيط المري والوصول والانطلاقة من شاهين، خليفة بن محمد بن لويع أيضا الخيالي الواصل والمنطلق الباحث عن الناموس، الوصول من الزاوية الأخرى شاهين، سالم بن علي بن راشد الغيلاني والانضمام السريع من النقلس، عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاكتبي والوصول أيضا من الزاوية الأخرى ظبيان، محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي وأول إذاعة الوصول من قبل شاهين، سلطان بن سالم بن رشيد الاكتبي. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات، هذه هي القوة المنطلقة مع المقدمة. أعود مع المركز الأول يحمل الرقم واحد، وهو واحد على واحد، وهو واحد على واحد مع الكادر واحد، مع النمرة واحد، مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى، مع القوة العظمى الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام الله يا شاهين. حمد بن علي بن حمد الفهيدة المري مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى، مع المركز الثاني، مع التحديات الهاجس فواز بن مشرف بن ضيدان الجبرين الشمري أيضا أحد ضيوفنا الأعزاء. المركز الثالث الوصول من شاهين، خليفة بن محمد الويع الخيلي ووصل بن عصيان، ووصل مع بشار حميد بن عبيد بن عفصان المنصوري مع المركز الآن المركز الرابع، والمركز الخامس بين راشد بن ناصر بن مشيط المري. أين الناموس يذهب؟ أين الناموس؟ ولكن التغييرات، التغييرات السريعة، التغييرات والانتقالات من مركز إلى مركز. الهاجس 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 الرايق اليوم، صباحك نواميس يا الهاجس مع هذه الانطلاقات الخمسمائة متر النهائية. ولكن شاهين يا سلام يا سلام يا الخيالي شاهين، وبالويع بالويع خليفة بن محمد بالويع الخيالي مع شاهين انطلق إلى الناموس، انطلق إلى الناموس. القدوم أيضا من سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي مع البرقدين مع هذا الاسم الكبير. المركز الرابع الوصول مع شاهين سلطان بن علي بن سالم بن رشيد، ولكن خلاص سلام شاهيني، سلام سلام الخزنة، سلام سلام الختم، سلام سلام أبو ظبي، سلام سلام الوثبة، سلام. هذا هو شاهين خليفة بن محمد بن لويع الخيلي مع شاهين. المركز الأول، المركز الثاني الهاجس فواز بن مشرف الشمري، المركز الثالث الوصول أيضا من العساس سعد بن محمد بن سعد الفهيدة المري ووصول مفاجئ. المركز الرابع كان الوصول من البرقدين سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، والمركز الخامس الوصول من مبلش غانب بن محمد بن زايد المطوع الخيارين مع محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. ما شاء الله تغييرات سريعة الحقيقة وانطلاقات رائعة ومميزة، ولكن الناموس هذا هو واصل مع خط نهاية 49 جزئين من الثواني. تهنيتنا لمالك شاهين السيد خليفة بن محمد بن لويع الخيلي، والمركز الثاني أيضا على هذا الفوز المركز الثاني ينزل فواز بن مشرف بن ضيدان الجبرين الشمري مع المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، بينما المركز الثالث لحظات الوصول أيضا 9:49 من الثواني، ننتظر توقيت المركز الثالث. هذا هو واصل 9:41 من الثواني. تهنيتنا لمالك العساس اللي فاجأنا في الأمتار الأخيرة، وهذا هو السبوق وإلا فلا. العساس أيضا واصل بقوة سلطان بن محمد بن سعد الفهيدة المري، وتهنيتنا لكل الفائزين، والتهنية الكبيرة على هذا الفوز لمالك شاهين خليفة بن محمد بن لويع الخيلي، والتهنية من العمدة على هذا الفوز والانتصار.